دلوقتي انا عايز اعمل باند باس فلتر، هعمل ايه بقى؟ هو مش انا عندي لو باس فلتر والهاي باس فلتر، ده بيعدي لي الفريكوانسيز القليله، ده بيعدي لي الفريكوانسيز العاليه. طب مش ممكن منهم اقدر اكون باند باس او باند ستوب حتى؟ طب ازاي لو انا دلوقتي عندي الانبوت دخلته على لو باس فلتر؟ فانا لو على اساس بس الاول هنفرض فرض ان انا عندي 3 رنجات من الفريكوانسي، رينج القليل ورينج المتوسط ورينج العالي. لو انا دخلته على لو باس فلتر فانا معايا الرينج القليل والرينج المتوسط، الرينج العالي ده خلاص راح. بعد كده عندي القليل والمتوسط دخلتهم على هاي باس، الهاي باس بيشيل ايه؟ القليل، فيتبقى عندي ايه؟ يعني انا شلت بالدور كده، شلت العالي، بعد كده شلت الواطي، بعد كده بقى متبقي معايا اللور الايه، الرينج المتوسط، هدخله على جيم بس عشان يتكبر. فانا كده طالما طلعت الرينج اللي في النص يبقى انا كده ايه، ده باند باس فلتر. طب ازاي بعملها؟ اولا لما يبقى عندي حاجات كاسكيدد مع بعض، كل الايه الفريكوانسي ريسبونس بتاعهم بيتضربوا في بعض. فدلوقتي عندي الايه، اللو باس اللي هو بالرصاصي، والهاي باس الهاي باس هو الرصاصي، واللو باس اللي هو بالاحمر. لو ضربتهم الاتنين في بعض هنا، ده قريب من الزيرو، فزيرو في اي حاجة يبقى بزيرو، اللي هو الازرق اهو بزيرو. عندي ده هنا الرصاصي والاحمر الاتنين تقريبا بواحد، فيبقى واحد في واحد بواحد اهو. بعد كده ده هنا الاحمر وصل لزيرو، فزيرو في واحد يبقى بزيرو. فانا كده عملت ايه، فريكونسي ريسبونس بالشكل ده، يبقى انا كده عملت ايه، عملت باند باس فلتر. طب عايز اجيب بقى ايه الاتش اوف اس بتاعته، اجيبها ازاي؟ اولا انا عندي لو باس فلتر، هروح جايب الفريكوانسي ريسبونس، هجيب الاتش اوف اس بتاعت لو باس فلتر، واتش اوف اس بتاعت هاي باس فلتر، وجين يعني كي يا رقم ثابت بضرب فيه. فانا عندي التلاتة دول اهم ضربتهم في بعض، ويعني فكيت بقى شوية، ضربت الترمات في بعض، يعني نيجاتيف كي، يعني نيجاتيف في نيجاتيف في نيجاتيف في نيجاتيف، وكي واوميجا سي 2 اهي، واس. بعد كده هنا اس سكوير تحت، واوميجا سي 1 واوميجا سي 2 مضروبين في اس، وعندي اوميجا سي 1 في اوميجا سي 2 اهي. يبقى ده كده الايه، الاتش اوف اس بتاعت باند باس فلتر. طب في طريقة ممكن اعمل بيها ايه الباند باس فلتر ازاي؟ اولا السيجنال بتاعتي اللي هي داخلة هعديها على لو باس فلتر، هاخد ايه الفريكوانسيز اللو باس القليلة بس، وعديها على هاي باس فلتر هاخد الفريكوانسيز الهاي بس، وادخل الاتنين دول على انفرتنج ايه، امبليفاير. هيحصل ايه؟ انا عندي القليل وعندي العالي، دخلتهم على انفرتنج امبليفاير، حصل ايه؟ الانفرتنج امبليفاير ده بيضرب في اشارة سالب، فبيقلب الفريكوانسي ريسبونس كله، فاللي ما اللي عدى يبقى هو اللي ما عداش، واللي ما عداش يبقى هو اللي عدى، كأنه كده يعني. يعني لو ده كده اهو الازرق ده، لو ضربته في اشارة نيجاتيف هيحصل فيه ايه؟ هيتقلب. فما يتقلب هيبقى ده اللي فوق هو اللي قريب من الزيرو، واللي تحت هو اللي قريب ايه، من الواحد. فيبقى عند الناحية اليمين والناحية الشمال دول هما اللي بيعدوا، وده هو اللي بقى ايه، اللي ما بيعديش. فدي طريقة تانية نعمل بيها ايه الباند باس فلتر. عندنا اكزامبل بيقول لي عايز ديزاين باند باس فلتر باوميجا سي واحد كذا واوميجا سي اتنين، وعايز جين 6 dB. هو عايز، هو الفلتر اللي عايزه اللي بيدولي اوميجا سي واحد واوميجا سي اتنين، فانا بفرض زيادة من عندي المكثف، قيمة المكثف يعني المفروض انا افرضها، يعني لان اكيد لو انا خليتها مجهولة وحسبتها اكيد مش هلاقي الارقام اللي موجودة، لان ارقام المكثفات ديت ايه، يعني ارقام، يعني ارقام ستاندرد كده معروفة ورا بعضيها، ما مش اي رقم مثلا هقدر الاقيه. فانا هفرض مثلا السي ب 2 من 10 ايه، مايكرو، يعني اي مكثف هستخدمه في الديزاين بتاعي هو ايه، 2 من 10 مايكرو. فاحنا قلنا الاول بنحط لو باس، بعد كده بنحط هاي باس فلتر، بعد كده بنحط جين. اولا انا عايز اللو باس والهاي باس دول، عايز الجين بتاعهم بواحد، عشان ايه؟ عشان اضربهم في بعض، وبعد كده اشوف انا عايز اكبر كله بمقدار كام. يعني اكيد مش كويس ان انا عايز جين 6 dB، ما ينفعش اقسم الجين على التلاتة مثلا، ليه؟ هيبقى هصعب على نفسي، هيبقى المقاومة ديت والمقاومة ديت مش زي بعض. انما لما انا عملت كده دي عشان اخلي المقاومتين دول متساويين، فيسهل عليا الحسابات قوي، وفي نفس الوقت الجين اللي انا عاوزه هقدر احطه على في ستيج تانية مختلفة بعيدة عنهم، اللي هي ايه،
الاخيره ديت. فانا عندي الاوميجا سي 2 اللي هي واحد على الار الار ال اللي هي دي في السي. السي انا خلاص عرفت انها باتنين من عشرة، وعندي الاوميجا سي 2 يبقى اقدر احسب الار ال. طب بالنسبه للار اتش اللي هي بتاع دي، الار ال اللو باس فلتر وار اتش اللي هي بتاعت الهاي باس فلتر. فهنا الاوميجا سي واحد بتساوي واحد على الار في السي الار اتش في سي، فاقدر اجيب منها الار اتش. طب دلوقتي عايز جين، الجين بكام؟ اولا 6 دي بي، ده اللي هو يعني بعد ما اشيل بقى الدي بي ديت هيطلع لي باتنين في الاخر، يبقى 2 بتساوي الار اف على الار انبوت. يعني انا عندي علاقة ما بين المقاومتين دول خلاص، حق يبقى الار اف بتساوي 2 ار انبوت. هفرض واحدة واجيب التانية عادي، انا بعمل ديزاين. يعني لو عملتها دي بواحد كيلو جبت دي باتنين كيلو مفيش اي مشكلة، باتنين كيلو واربعة كيلو كده كده واحد. المهم بس ما يكونش ايه، المهم ما يكونش ان في حاجة تانية في الديزاين لو انا فرضت دي في حاجة تانية هتتأثر. لا ده دي بس هي الستيج بتاعت الجين لوحدها، يعني مهما الارقام بتاعت المقاومات دي اختلفت هيحقق نفس الجين، فايه مش هتفرق بقى معايا، لان مفيش حاجة تانية بتعتمد على المقاومة دي. انما لو في حاجة تانية بتعتمد على المقاومة، لا لازم اخدها في الحسبان وايه يعني اشوف هي هتأثر عليها ازاي.